وزار عبد العزيز تبارك الله عليكم. تنقدم تحيه للجمهور المغربي ديال تاونات اللي كان في المستوى. شاركت في المهرجان ديال تاونات اللي تابع الوزاره الثقافه اللي دوزتو شحال هادي، يمكن واحد 4 سنين ولا 5 سنين هذا العام كتب لي باش نجي ليه. ديما الجمهور ديال تاونات ديما تبارك الله ناشط مع راسو، متفاعلين مع جميع الفنانه، وداك الشيء داز تبارك الله في المستوى. لا مهرجان ديال تاونات هذه المره الجوجه دسه، هذه 50 وقيله 50 شحال هذه، وهذا العام قريب ان شاء الله الجديد قريب. مسجل ناضير شويه ديال الوقت، عندي شويه ديال الظروف ديال عندي الوالده ديالي عيانه شويه، هي اللي ما خلاتنيش باش نتصور، لكن نتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله. والجمهور تاونات انا موالف معاه من زمان، انا الجمهور ما عمرو تيخلعني، الجمهور حيت نعرفو غادي ننشطو غادي وفعلا تا هما تبارك الله عليهم ناشطين، تا هما في المستوى تبارك الله وشي ناضي. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.